طلع هاي الرسمة ايش بتشوف؟ ايش القطع هاي المختلفة؟ طبعا هذا بتعرفوا شو عملنا؟ جبنا المحرك اللي هو دائري وايش عملنا بالضبط؟ فرضنا جبنا سكينة قصنا وبعدين مسكنا كل المحرك وفرضنا، اسهل بكثير انه نشوفه. ولذلك اذا بتطلع هناك في عندك او مضبوط، هي نفس الاو هاي مكررة، ما فيش او ستنتين، هي نفسها لما فرضناها اتكررت عندنا. كمان ايش بنشوف؟ بنشوف البول فيسز. فلما انا فرضته كمان هاي طريقة سهلة اني اشوف البول فيسز، فكأنه هذول الاسلاك جايين تحت بول فيس ساوث وهذول الاسلاك جايين تحت بول فيس نورث، وهذا الخط المقطع بفرجيني المجال تبع النورث، وهون طبعا السلك بصير يمر ما بين بول وبول. هلا اول شيء كم بير اوف بولز عندنا وكم بول عندي؟ تو بيرز اربعة. طب وهذا النورث وهذا النورث هو نفس هذاك النورث، اوكي؟ فصار عندي انا هون تو نورث وتو ساوث، فصار عندي 360 ال 360 او 180 درجة ميكانيكية تعادل 360 درجة كهربائية، هاي 360 درجة كهربائية من هون لهون. ولذلك لما بدخل خلينا نتأكد انه هذا مضبوط كلامنا، إذا هذا مضبوط كلامنا معناها الـ 8 والـ 8 برايم. الكل فاهم شو يعني برايم؟ الجهة الثانية من السلك لما باخذها بحطها لازم يكون هاي. إذا قديش مشيوا؟ مشوا 90 درجة ميكانيكية اللي هي 180 درجة كهربائية بهاي الحالة، لأنه عدد البيرز أوف بولز هون اثنين. خلينا نحاول نتبع، هلا انا المشكله معيش او ممكن اعمل البوينتينج هون، خلينا نعمل البوينتينج هون ونشوف. هلا لو بدنا نبدا نتحرك مثلا نتبع مسار معين، خلينا نشوف المسار هذا كيف بتبع، لانه في شيء مهم هلا رح نشوفه. خلينا ناخذ مثلا، خلينا ناخذ الثمانيه اللي بدينا منها. فاحنا بدينا من السلك، هلا لاحظوا الرقم هذا بتبع السلك هذا اللي موجود هون مزبوط، لانه اخر شيء هون عندي 12 برايم لهذا السلك وعندي واحد لهذا السلك مزبوط. الرقم من الرقم جاي من هاي الجهه للسلك من هون. لو جينا اتبعا هلا اول شيء هدول ايش هم هدول اللي بتتوقعوا البي والاي والبي والسي والدي؟ كوميتيتر سيجمنتس. الكوميتيتر سيجمنتس المفروض يكونوا طبعا هدول معزولين عن بعض، يعني هذا معزول كهربائيا عن هاد وهذا معزول كهربائيا عن هاد. شو بتتذكروا كمان؟ بتلاحظوا انه كم برش عندي هون بالحاله هاي؟ عندي اربعه في الحاله هاي. هلا مش دائما في الحاله هاي، هذا النوع من الوايندنج عدد البرشز بيساوي عدد البولز. واللي راح نعمله كمان، انا عندي كم سلك راح يجيني انا دي سي؟ بلس وماينس. ما فيش عندي اربع اسلاك. راح اعمل وراح اخذ هذا واشبهه مع هذا وراح يكون مثلا البلس، وراح اخذ هذا واشبهه مع هذا وراح يكون الماينس. اذا عندي في تو برشز، بس التو برشز كهربائيين راح ينشبكوا مع بعض وينشبكوا مع البلس او الماينس. فلما بشبك هذا مع هذا فرضا البلس، راح يجي الكرنت من البلس سايد تبع السورس راح يروح جزء منه هون وجزء منه هون، راح يتوزع بعدين راح يترد يتوزع كمان عندي. هدول السيجمنتس في اللحظه هاي ايش مالهم؟ مش مشبوكين مع اي شيء. فكل اللي عمله هذا السيجمنت شو عمل؟ الكوميتيتر سيجمنت سمح للكرنت اللي جاي من هون ايش يعمل؟ يكمل في هذا السلك. وهذا الكوميتيتر سيجمنت سمح للكرنت اللي جاي من هون يكمل في السلك. وهذا يكمل بالسلك. هلا راح يجي دوره هذا هون، راح يجي هون، بس هلا هو باللحظه هاي بكمل الدائره. متذكرين لما رسمنا المشين اللي كان فيها اربع كويلز؟ كان عندي كويلين وكويلين، وهاي النقطه كانت بس كونكشن ما بين هذول الكويلين وهذول الكويلين، وبعدين كملنا. افرجيكم اياها، متذكرينها؟ هيها موجوده هون. اذا بتقارنوا بهاي الرسمه، هاي متذكرين هاي الرسمه؟ هيها بالضبط، هاي نفس الوضع. هون كنا نقول عندي لما بطلع من 3 برايم ل 3، لما وصلت عند النقطة هاي سي مش مشبوكة بأي شيء، كل اللي عمله الكوميتيتر سيجمنت ايش سمح لي؟ إنه أشبك ما بين نهاية ثلاثة وبداية اثنين برايم. ونفس الشيء بالنسبة لـ A، مش مشبوك في أي برش، كل اللي سمح لي إني أنزل من هون أشبك مع هذا وبعدين أرد أكمل هنا. أوكي؟ إذا في حالات معينة ما راح يكون عندنا، يكون البرشز مشبوكة ببعض، سيجمنتس مش مشبوكة بالثانية. نرجع نطلع على هذا النوع من الوايندينج. هذا الوايندينج بنسميه لاب وايندينج. هلا رح نشوف ليش. لو اتبعنا الثمانية رح تيجي عندي مثلا ثمانية، أو خلينا نتبع من الجي. لو جيت من جي وفرضت إنه الجي أنا كنت شابكه بلس، رح يدخل عندي هون سبعة، رح يطلع من سبعة، وين لازم يروح هلا؟ على سبعة برايم بالضبط، هي إجى على سبعة برايم، شو عمل بعدين؟ رجع. فكأنه راح هيك ورد رجع مرة ثانية. شو العلاقة بين المكان اللي بداه والمكان اللي انتهى فيه؟ زاد واحد، هذا بنسميه بروجريسيف وايندينج. يعني بنتقدم، بروجريسيف بالعربي تقدمي، لما نقول على الواحد بروجريسيف تقدمي. بروجريسيف يعني عماله بتقدم، فكل مرة بروح بلف كويل بمشي 90 درجة كهربائية، عفوا 90 درجة ميكانيكية اللي هي 180 درجة كهربائية زي ما اتفقنا.
لكن شو بعمل لما برجع؟ بدينا احنا وين؟ بدينا هون مش هيك؟ رحنا في 7 رجعنا في 7 برايم، لما نزلنا من 7 برايم مشينا للامام 1. لو اني رجعت للورا كان ممكن ارجع للورا، بنسميه ريتروغريسيف. ريتروغريسيف يعني تراجعي، بس هذا تقدم. فهون عندي مشينا 7، لاحظوا مشينا 90 درجه ميكانيكيه اللي هي 180 درجه كهربائيه. لما 7 يكون تحت النورث، 7 برايم تحت ساف، وهذا بيهمني عشان يبني الفولتج، يبني الفولتج السيريز فولتج ما بين الاثنين. فرحنا هلا 7 برايم. هلا من 7 برايم وين راح اروح؟ 8، وبرجع من هون 8 برايم اللي هي هاي. مضبوط. قديش مشيت هلا؟ رديت جي اتش هاي. فعم بالي بمشي، فايش الشكل اللي عم بمشي فيه؟ عم بعمل هيك واحد لقدام، بعمل هيك واحد لقدام، بعمل هيك واحد لقدام. هذا اللف اسمه لاب وايندنج. ما راح ادرس الويف وايندنج، في طريقه ثانيه اسمها الويف وايندنج، راح ندرس اللاب وايندنج. فلاب يعني بروح برد برجع، بس بمشي للامام واحد، بروح برد برجع بمشي للامام واحد، بضل ماشي لحد ما اوصل. خلينا نشوف وين بنوصل الان. راح اوصل عند هذا الطرف، مزبوط. فلما ببدا من جي من هون، وهذا ايش كان؟ بوزيتيف، وهذا لازم يكون نيجاتيف. فبقول كملت ابدا، راح ابدا من جي 7 برايم اتش 8 برايم. وين بروح بعدين؟ 9 برايم، باجي هون 10 برايم برجع. فصار واصلين هذول كم سلك موصولين بين الاثنين هذول؟ 7 و7 برايم، 8 و8 برايم، 9 و9 برايم، و10 و10 برايم مشبوكين بين هذول الاثنين. هلا احنا بهذا الكورس انا ما بتوقع منكم تقدروا ترسموها انتم بنفسكم، بس ممكن اعطيك الهاي واطلب منك معلومات عنها، اعطيك الرسمه واطلب منك معلومات. يعني ما معنا وقت كثير انه نقدر ندخل بتفاصيلها ترسموها. هلا بتوقع بالكهرباء، بكورس الكهرباء